نشرتنا الإخبارية متواصلة وفيها أيضا: لملس يبحث مع برنامج الأمم المتحدة تعزيز دعم ميناء عدن، ويؤكد استعداد السلطة على خلق نوع من الشراكة مع مدينة جدانسك. محافظ حضرموت يطلع على إجراءات ترسيم المركبات والدراجات النارية وإعداد الموازنة العامة بالمحافظة ومكتب الخدمة المدنية بالوادي. محافظ شبوة يناقش سبل تفعيل عمل ونشاط خفر السواحل ويتفقد عددا من المرافق والمنشآت الخدمية بمركز المحافظة. إسقاط مسيرة حوثية معادية خلال محاولة استهداف ناقلة نفط بميناء قنا بمحافظة شبوة.